لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم، الله كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم والله كريم، رحمن رحيم والله رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر، ونهلل آه ونكبر. تعال نصلي ونستغفر، ونهلل آه ونكبر. الله العالي رح يغفر، الله العالي رح يغفر، وننجو من نار الجحيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم قلب تحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن. اللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن. تعال نصلي على العدنان، تعال نصلي على العدنان، نذكر رب كريم. رمضان كريم رمضان كريم كريم، والله كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم يا كريم يا كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنا
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اتمم نورك علينا، اللهم اتمم فضلك علينا،
اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، ويا غاية رغبتنا. أسألك يا رب، أسألك يا الله، ألا تشوي خلقي بالنار، أسألك يا رب ألا تحرقنا في النار، أسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا وتقبل منا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع إنفوجرافيك الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوجرافيك، شريك النجاح. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفناء اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من
نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف كيف سترحل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل يا من تحب العفو جئتك مذنبا هل عفوت فما سواك سأسأل رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلل حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل رمضان لا أدري عمري ينقضي من قادم الأيام أم نتقابل فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.